يعني ناكل تاريخ شارزانة من قصيدة جذور كرتان لو ذكر لا كل وقت خوي قصدم كتاريخ شارزانة بيشن مهمة ما مستعك ما نهبو خواهي دايت بدأ إيش هرواب زامل السما نجي خوتي زايع بو أو ما مستعيا بحساب درشي كردي بيمان دا قد كردولوجي دا بزي سي إسلامتي يعني أها أمن هر وندر دينم هبو كلا كل يوم توزق زيادة بممشينا زوري رقلي أبو لو قوري بس حذيفة كوري يماني كرت إيه حذيفة كوري يمان بيهاي زور صالح إيه بس ده زال قوتي أصلا حذيفة كوري يمان وقت خوي زنيمة شنزام ده لتاريخ شتيوانا كره شو يمدى بزانم شيها من تاريخ مخيندي تو لفظي خواي قورة بزياد بي يعني زور شت أقام ليه طلب هم جو عن دايتي قوتي حذيفة كوري يمان وقت خوي قوتي من دخل الكنيسة فهو آمين هركسي بستناو كنيسة وأمينة وكو في غمر صلى الله عليه وسلم كما فرموا من دخل دار أبي سفيان فهو آمين بلام أو أمانتك يبقى زينك يعني حذيفة كوري يمان يكل كبار صحابة في غمر صلى الله عليه وسلم الراس كان يساكيش ونداد مهم عالم كالسلطان أوج لصالي تلي هجري بتحديد أو قسيكر باز بوزر ركي بوي لخوي دا صالي تلي هجري باش نقول سيدة زان طلبي شريعا تجوان تجواب دانو دا بز يسر من دميك رزيلي كردين إيه كسكان مش دستم برن كربوت مستاز دكريك سؤال بري ستيا وتم يقصي كرت بيدرم بس لو أنا يقصي كم زور جامع بلبو انتهاب قصي كي جنابي شد بيني قوتي تسيه قوتم حزيفة كوريا من كباسي دكي لتسلي هيدري قوتي تي من دخل الكنيسة فهو آمين باشا ودوايا كنيسة كي سوتان دعا لتسلي هيدري كأو هاي كرد بي لسي وشاش هيدري وفاتي كرد زمن نازم باشا وصار صالة زندي بو يتوسو ويشي كرد يا يانا قوتي تكو دزاني قوتم حمو اتفاقي ميجون وسان تماشاك قو بياو لسي وشاش هيدري وفاتي نكرو حق بي تقدر اللي تسلي هزري أو كبراء أو زريبة أنزم ده باور بك وشينيا يكتنا كآوي في ذاك آوي لها وزايع بحسابك قصي لي تيكتو وزعي لي شيوا هبودو كلمة قصية تو تاريخي أو في عوى شعر الزاي لأون ده وفاتي كرديا كوي بختاني في ذاك كدر اللي تسلي هزري آوي كرد هو قصي كرد ممنوكو طلبيك بلا موكو معنى له وما مستاهي طبعا جوابة شدام كتكر ويقلاك